بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن صار على نهجهم واتبع هداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أبناءنا الأعزاء طلاب الصف الثاني الابتدائي بمدارس دار الثقافة الأهلية، أهلا ومرحبا بكم، وكل عام وأنتم بخير وعام دراسي جديد مبارك إن شاء الله، جعله الله عام خير وبركة بإذن الله عز وجل. نبدأ في درس التهيئة والاستعداد، وهذا هو اللقاء الثاني. نبدأ من السؤال السابع: أكمل الجدول الآتي كما في المثال الأول مع الاستعانة بالكلمات المصاحبة. أول حرف اليوم هو حرف الضاد، وهناك فرق بين الضاد والظاء. الضاد عندها كاسة وعندها نقطة، لكن الظاء لا تنزع عن السطر وعندها عمود او الف فوقيها. الضاد حتى تسمى اللغة العربية لغة الضاد، وهذا الحرف متفرد من نوعه ولا يوجد في اللغات الاخرى. الضاد نبدأ بها اليوم: ضاء بي ضاء بو بي ب. طبعا هناك ثلاث حركات بالفتح، والثانية بالضم، والثالثة بالكسر، والرابع هو الحرف الساكن. وكما قلنا أن الحرف الساكن لا ينطق إلا مع الحرف الذي قبله. أول حرف مثال حرف الضاد حرف كلمة ضب، كلمة ضب. ثانيا دروس تمد بالواو. الثالثة ضفدع، هنا بالكسر. الحرف الساكن في وسط الكلمة مض رب مضرب. بعد ذلك ندخل على حرف الطاء في المربع الأول: طاء تو طي ط. يبقى بثلاث حركات: بالفتح، بالضم، بعد ذلك بالكسر، وبعد ذلك بالسكون. مثال حرف الطاء او الكلمه مكتوبه عندنا طبق، طاء بالضم طيور. ناخذ كلمه من الكلمات المعروضه بالكسر، طبعا عندنا كلمات في اليسار: عسل، طفل، فصل، غزال، مقصف، ظل. ناخذ مثال لحرف الطاء مكسوره، احسنتم، كلمه طفل. وبعد ذلك الطاء مع الحرف الساكن كلمة مطعم. نأتي للمربع التالي وهو حرف الأول فاضي والثاني فاضي، وبعد كده أعطاني مثال بظاء تحتها كسرة في. فماذا نضع في المربعات؟ المربع الأول والثاني والمربع الأخير. أحسنتم، ظاء ظو، طبعا مكتوب عندنا كلمة ظي، الأخيرة حرف الساكن هو ظ. طيب مثال على حرف الظاء المفتوحة أو الظبي. ظاء مثال على حرف الظاء المضمومة ظروف. مثال على حرف الظاء المكسورة ظل. مثال على حرف الظاء الساكنة أقول عظم. طبعا قلنا كلمة ظل من الكلمات المعروضة في اليسار. بعد ذلك حرف العين. العين طبعا في وسط الكلمة تختلف عن أول الكلمة وفي آخر الكلمة. نضع الثانية ليست موجودة على ضم نقول عو، الثالث تحتها كسر نقول عي، الرابع ما ساكنة ع. طيب مثال على حرف العين مفتوحة ناخذ من الكلمات المعروضة في اليسار، أحسنتم، كلمة عسل. بعد ذلك أعطاني هو الكلمة الثانية عصفور، حرف عين مضمومة. بعد ذلك عين مكسورة عنب. بعد ذلك عين ساكنة، وكنا مع الحرف الساكن ينطق مع الحرف الذي قبله فنقول لعبة لعبة. بعد ذلك نأتي على حرف الغين، والغين مثل حرف العين ولكن الغين عندها نقطة والعين ليس لديها نقطة، فنقول الغزال، نضع في النقاط الأولى غزال. بعد ذلك غراب وبها مد بالالف، وايضا غزال بها مد بالالف ولا تنسى النقطه.
غراء برضو ايضا بها مد بالالف، غراء مغرب حرف الساكن بعد ذلك حرف الفاء في اول الكلمة، في فصل الكلمة وفي فخر الكلمة تختلف طريقة كتابته. فاء مفتوحة، اذا حرف التالي سيكون مضموما فنقول فو. المربع الثالث تكون مكسورة نقول في. الساكن الاخير نقول ف. طبعا قلنا ان لابد ان يكون مع حرف قبله حتى نستطيع قراءته او نطقه. ناخذ مثال على حرف الفاء المفتوحه من الكلمات المعروضه في اليسار، وهو كلمه فصل. فصل طبعا اعطينا بعد كده الفاء المضمومه فرشاه، فاء مكسوره نقول فيل، طبعا ده مد بالياء، وفرشاه فيها مد بالالف. الحرف الساكن في حرف الفاء فنقول حفله، حفله. ناتي بعد ذلك الى حرف القاف، وكنا الفاء عندها نقطه، القاف عندها نقطتين، والقاف مفتوحه فنقول قاء. الثانيه مضمومه نقول قو. الثالثه مكسوره نقول قي. الرابعه اعطاني مكتوبه وهي بحرف الساكن نقول ق. المثال على القاف المفتوحه نقول قمر، اول كلمه قمر. الثانية قفل. الثالثة قطار بالكسر. الساكنة مأخوذة من الكلمات المعروضة في اليسار وهي كلمة مقصف أو مقصف. نأتي للسؤال الرقم 8، أقرأ الكلمات ثم أحللها إلى مقاطع وحروف. كما قلنا يا شباب أن الحرف الساكن عند تقطيع الكلمة إلى مقاطع صوتية نأخذ الألف واللام مع بعض، وكذلك الحرف الساكن مع اللي قبله، وحرف المد ايضا مع الحرف الذي قبله. اول كلمه كلمه مدرسه، نجد ان الدال ساكنه فناخذ الميم والدال مع بعض نقول مد، والراء لحالها والسين لحالها والتاء المربوطه في الاخر فنقول مدرسه. بعد ذلك كلمه القمر ناخذ الالف واللام مع بعض ال، وبعدين القاف لحالها قا، الميم لحالها ما، والراء مضمومه نقول رو. القمر. بعد ذلك كلمه الوطن ناخذ الالف واللام مع بعض ال و ط مو. الكلمه الاخيره كما قلنا ان حرف المد مع الحرف الذي قبله وحرف الساكن، نجد ان هنا الصاد ساكنه والعين مضمومه فنقول عص، العين والصاد مع بعض. بعد ذلك حرف المد اللي هو الواو مع الحرف الممدود اللي هو الفاء فنقول فو، والراء لحالها رن فنقول عص فو رن. السؤال التاسع، اكتب اكون اسم الصوره من الحروف المعطاه. عندنا حرف الشين والعين والقاف والتاء مربوطه والجيم والراء. من يستطيع ان يكون لنا كلمه يا شباب؟ نقول شعر مثلا، او كلمة شجرة، احسنتم، شجرة من هذه الكلمات شجرة، او نقول عشق كلمة الاولى. اختار ثلاث حروف واكون منهم كلمة واكتبها تحت، او اربع حروف واكتب منهم كلمة تحت الصورة. طيب بعد ذلك الصورة الثانية، ماذا تشاهدون في الصورة الثانية؟ احسنتم، علم المملكة العربية السعودية فنقول علم، أو فم، أو فلك. طيب الصورة الثالثة، ما هذه الصورة التي تشاهدونها يا شباب؟ أحسنتم، مفتاح. مفتاح فنقول الحرف الساكن مع الحرف اللي قبله نقول مفتاحٌ. يبقى الميم والفاء مع بعض إذا حللنا هذه الكلمة، والتاء والألف مع بعض والحاء لحالها. شجرة، علم، مفتاح. نأتي إلى السؤال رقم 10، يقول أكمل الجدول الآتي. طبعا أعطاني الحرف المربع الثاني مكتوب فيه كاف على ضمة، إذا منطقة ونقول قو. فماذا إذا نضع في المربع الأول مفتوحة نقول كا، المربع الثاني قو، المربع الثالث
احسنتم كي مبعث ثالث الرابع ك. طيب مثال على الكاف المفتوحة نقول كأس، مثال على الكاف المضمومة كرة احسنتم، مثال على الكاف المكسورة نقول كتاب، مثال على الكاف الساكنة فنقول مكتبة. طيب بعد ذلك حرف اللام، لام مفتوحة نقول لا. طيب الحرف المربع الثاني نقول لو، المربع الثالث لي، المربع الرابع لا. طيب مثال على حرف اللام المفتوحة نقول لوح، لوح. طيب مثال على اللام المضمومة نقول لعبة، لعبة. طيب مثال على اللام مكسورة لسان. طيب اللام الساكنة نقول ملعب. إذا ممكن نقول في المربع الأول لوح أو لبن مفتوحة، الثانية لعبة، الثالثة لسان، الرابعة ملعب. طيب نأتي بعد ذلك إلى حرف الميم، والميم في أول الكلمة تختلف عن وسط الكلمة عن آخر الكلمة، فمنها الميم اللوزية والألفية والمحمدية والميم في وسط الكلمة، والميم الخنجرية أيضا لها أشكال كثيرة سنتعرض لها فيما بعد إن شاء الله. ميم فنقول ما، ميم مضمومة مو، ميم مكسورة مي، ميم ساكنة ما. طيب مثال على كلمة عن ميم المفتوحة نقول مسجد. طيب مثال على الميم المضمومة نقول معلم، معلم. طيب مثال على الميم المكسورة نقول مقص، مقص. مثال على الميم الساكنة نقول تمر أو نمر وما شابه ذلك. طيب حرف نأتي بعد ذلك الحرف النون، والنون عندها كاسة وبتنزل عن السطر وعندها نقطة طبعا فوق، نقول النون مفتوحة ناء، نون مضمومة نو، نون مكسورة ني، نون ساكنة ناء. طيب مثال على النون المفتوحة ناخد كلمة نافذة، نافذة مهد الألف وخيرتها مربوطة، نون مضمومة نقول نور، نون مكسورة نقول نصف، نون ساكنة نقول بنت. طيب بعد ذلك نأتي إلى حرف الهاء، هاء هو هي ه، طبعا بالفتح بعد ذلك الضم بعد ذلك الكسر بعد ذلك الساكنة. نضرب مثال على كلمة الهاء المفتوحة نقول هدية، هاتف أحسنتم، هدية هاتف. طيب مثال على الهاء المضمومة نقول هدهد، هدهد. مثال على الهاء المكسورة نقول هلال، مثال على الهاء الساكنة نقول زهرة. بعد ذلك حرف الواو، حرف الواو مفتوحة و، مضمومة و، مكسورة وي، بعد ذلك الساكنة و. طيب نأتي إلى الأمثلة، من الأمثلة من الكلمات من اليسار نضع كلمة مثال على الواو مفتوحة نقول وادي، وائل مثلا. طيب واو مضمومة نقول وردة، ورود. واو مكسورة وجدان. طيب ميم ساكنة موز، واو ساكنة موز. طيب بعد ذلك حرف آخر حرف عندنا اللي هو حرف الياء، وليه الشكل طبعا ليه في أول الكلمة غير آخر الكلمة، وطبعا تعودنا نقول عليها يا بطة لأنها مثل البطة، يا مفتوحة مضمومة يو، يا مكسورة ي، ساكنة ي. طيب مثال على الياء المفتوحة نقول يد، يامن. طيب مثال على الياء المضمومة نقول يحب. طيب مثال على الياء المكسورة مصايف، مثال على الياء الساكنة نقول سيف. نأتي إلى السؤال رقم 11، رتبوا الكلمات ليكونوا جملة، هذه الجملة غير مرتبة
مثل متى نقول محمد الحليب شرب، ليس لها معنى، لابد ان نرتبها، نقول محمد شرب الحليب او شرب محمد الحليب. طب ناتي الى هذه الجمله. اول كلمه احب، طبعا الف مضمومه والباء مشدده، احب النظيف وبعد ذلك الشاطئ، فنقول احب الشاطئ النظيف. الثانيه في النظيف الماء اسبح، اقول ارتبها اسبح في الماء النظيف. بعد ذلك ادخل ال على الكلمه ثم اكتبها في المكان المناسب، مسجد، زهره، دور، نور، بحر، سماء، كتاب. طبعا الشمسيه عرفنا ان اللام الشمسيه لا تكتب ولا تنطق، والحرف الذي ياتي بعدها يكون مشددا، فنقول نختار كلمات الشمسية، زهرة ستصير الزهرة، النور، السماء، هذه اللام الشمسية. اللام القمرية لام تكتب وتنطق وليس عليها حركة، فنقول المسجد، طبعا لام ساكنة. بعد ذلك البحر، بعد ذلك كلمة كتاب هتصير الكتاب. أقرأ ثم أرسم دائرة حول الكلمات المنونة. محمد يعيش في قرية صغيرة، في القرية مدرسة وسوق وحديقة. بس التنوين يا شباب، طبعا كنا التنوين نون تقرأ ولا تكتب، والتنوين ثلاث أنواع، تنوين بالضم، تنوين بالكسر، تنوين بالفتح. فنأتي نقول أول كلمة عليها تنوين بالضم وهي محمد من كذابة مخدعة. الكلمة الثانية قرية، الكلمة الثالثة صغيرة، الكلمة الرابعة مدرسة أحسنتم، سوق، حديقة، أحسنتم بارك الله فيكم. بعد ذلك أركب ثم أكتب، طبعا بمقاطع. عندي أول مقطع النون مع الواو، فنضع في المربع الأول مع الحاء فنقول نوح. طيب والثاني نضع النون والواو مع الراء نقول نور. بعد ذلك حرف الصاد مع الدال صاد صاد. طيب مع الميم فنقول صاما. طيب المربع الاخير كلمه الراء مع الياء ريش. كلمه الثانيه ريم. قال الله تعالى اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقكم الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. كان معكم الأستاذ إبراهيم أبو زيادة.